المرجئة عرفناهم، هم اللي يقولون إن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، والوعيدية هم الذين ينفذون نصوص الوعيد، يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر وخروج من الإسلام. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله، مذهب الخوارج، ولهم ورثة الآن من المتعالمين والجهال الذين لا يحسنون الاستدلال، لا يحسنون الاستدلال ولا يفقهون الأدلة، فيأخذون النصوص ويتلاعبون بها ويحكمون على الناس بالكفر خروج من الدين، هم يحملون عليهم السلاح كما فعل ذلك أسلافهم من الحرورية، نسأل الله العافية. نعم.